يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا فيكم فخرتنا الرياضيه اللي متعودين عليها كل يوم برنامج دنيا دنيا. راح اكون مدربكم لليوم كوتش علاء بدر، راح اكون معي كوتش علاء عبد الرحمن. صباح الخير. اليوم راح نشتغل تمرين لعضلات الاكتاف، راح نشتغل بس بالدامبلز. خلينا نبدا الميوزك، نعمل ورم اب، راح نشتغل كثير منيح على عضله الاكتاف. كل يوم يتنشط ويشتغل معنا، حركه ايدي لقدام. نرجع لورا، لا مرة قدامي، اسمع العكس، ايدي من فوق لتحت عشان احمي كتافي. سب تمام، ساعة كمان واحدة. طب ثابت، من ايدي لقدام، راح احرك حركة دائرية، احرك عضلات الكتاف الجانبية كاملة. لورا نبدأ تمارين. جاهز كوتش؟ رح نبدأ بالدامبلز، رح أرفع إيدي كنتين لقدام، رح أشتغل بإيدي اليمين لحد. واحد اثنين، رح نعمل هولد بالإيد الثانية، ضلها ثابتة بالهواء. أربعة خمس ست سبعة، كمان واحدة. رح نبدل الإيد الثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، كمان واحدة. آخر واحدة، ستوب. صغيرة، رح نشتغل عضلات الأمامية للكتاف. إيدي التنتين قدام، رح أطلع فرونت. واحد مرة لقدام، الثانية واسعة شوي. واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعاً تمرين بتقدر تلعبوها بالجيم، بس بأوزان بتكون أعلى شوي للي بيقدر، للي بحب يلعب بادي بيلدينج أو يرفع حجم الكتلة العضلية أكثر، يرفع الوزن. عم بحاول أورجيكم أكثر التمرين اللي نلعبها للكتاف. آخر واحدة، ستوب. افتح شوي صغيرة، ناخذ نفس فوق. كمان مرة رح نعمل بوش اب. رح يركز لنا كثير منيح على عضلات الاكتاف الامامية. الكل يتعلموا ويحاولوا يشتغلوا معنا. ايدي رح تكون جنبي على الارض، حاول بزاوية ضيقة، ما اوسع ايدي وانزل قد ما بقدر لقدام. واحد اثنين. انواع البوش اب كثيرة، بس هذا أكثر تمرين بوش اب بركز لنا على عضلات الاكتاف الأمامية. خمسة ست سبعة ثمانية، كمان تنتين، تسعة، ستوب. افتح شوي صغيرة، ناخذ نفس. كمان مرة نرجع بالدامبلز، رح نشتغل تمرين لعضلات الكتاف الخلفية. رح تشوفوني من الجنب، رح تشوفوا كوتش علاء من قدام. ايدي رح تكون بمسافة واسعة، رح اطلع بكتافي قد ما بقدر. اهم شيء احافظ على حركة ظهري، ضل ثابت، صدري لقدام. خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة، كمان تنتين، واحد، ستوب. نرتاح شوي صغيرة، رح نعمل تمرين كتاف للعضلات الجانبية، عضلات الكتاف الجانبية. ايدي رح يكون هولد، رح اطلع مرة باليمين ومرة بالشمال. بدي احاول اخلي كوعي اعلى من مستوى ايدي، رح
حتى العضلات تشتغل مظبوط وارجع على نفس الزاوية. 6 7 8 9 10 1 2 8 3 4 5 اخر وحدة. ناخذ نفس فوق. كمان مرة. هلا بالدامبل رح نعمل شولدر بريس، بس رح نعمل كل ايد لحال. ايدي رح يكونوا ثابتين، رح اطلع مرة باليمين فل شمال فل لفوق للاخر. 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 اخر وحدة. ستوب. نفتح شوي صغيرة، ناخذ نفس فوق. كمان مرة نفس. اسحب ايد واحدة على الجنب، شدها للاخر. ايد الثانية. اسحبها من ورا راسي. الايد الثانية. رجلي مد لقدام للاخر. اخر شيء سكر رجلي، نزل تحت. هيك بنكون اشتغلنا تمرين العضلات الاكتاف. ان شاء الله كل اشتغلوا معنا يكونوا استفادوا. استنونا ان شاء الله الخميس الجاي بحلقه رياضيه جديده وتمارين جديده. كمل فقرات الاستوديو.